سعادة المرشح ممكن تعرفنا بنفسك؟ معكم المرشح أشعل بريشة، وأنا أول مرة أرشح نفسي، وحقيقة عندي وايد آمال وقرارات حقيقة ودي. شو البرنامج كنت تختار فيه؟ يعني حقوق الطيور وحقوق المطيرشية. أنا أعتقد المطيرشية حقوقهم ضايعة صار لها 60 سنة، وأنا الحقيقة ممكن أغير شيء في المجلس إن شاء الله. زين، سمعنا عنك كلام إنك تلعب الله، هل هذا كلام صحيح؟ يعني هذا سؤال تسأله. أنا صريح صراحة، أنا ما أدش وأقص على الناس أقول والله هذا، لا، أنا كنت ألعب قمار. أول شيء تدرجت، لعبت دومنا ودامة ولعبت قمار، بس أنا صدق ألعب قمار، بس ما أبوك ألعب قمار. ما أشرب خمر. ما أشرب. إيه خاف الله. إيه مالك المجلس. الله يحفظكم، الله يسلمكم إن شاء الله، ووفقكم إن شاء الله، ووفق الجميع، عسى الله يوفقهم. إيه والله.